شق التعبان واحدة ربما من المصنفة أنها المنطقة عشوائية في القاهرة، قد لا يعرفها الكثيرون، ومن يعرفها يعتقد أنها عشوائية، ولكنها تعتبر واحدة من أكبر الصناعات في مصر، وهي قلعة الرخام المصري والمصنفة الرابعة على مستوى العالم. مع حلول فصل الصيف تصبح مدينة الإسكندرية هي قبلة كل أغلب المصريين من فقراء ومتوسط الحالة وحتى الطبقات الغنية. الإسكندرية تستعد لاستقبال المصيفين هذا العام، ووقفة مع أخبار الملاعب الرياضية المختلفة، وجولة عبر أسواق المال، وكذلك جولة في أهم الصحف وعناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. هذه الموضوعات وغيرها في هذا الصباح بعد الفاصل. أهلا بيكم، إن شاء الله نبدأ معاكم هذا الصباح متابعة الأجندة أولا، ونبدأ معاكم حواراتنا في هذا الصباح.